السلام عليكم الاخوات، صباح الخير عليكم. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتوما مزيانين، نتمنىكم على خير وبخير، اموركم تكون جيده يا رب العالمين. المهم جيت نعمل لكم هذا الفيديو خفيف وظريف من البلد ديالنا فين كنعيشوا. الصراحه كاين واحد البرد 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 قارس صراحه. كاين هنايا الثلوج، هادي الصراحه 8 من الزياده والثلج هنايا ما شاء الله. نتوما كتشوفوا كيفاش الاجواء هنايا وكيفاش هنا بلاصه رائعه ما شاء الله. كاين دابا الزياده والثلج هنايا، كانت الطريق مقطوعه، دابا حاليا سرحت شويه الطريق، مابقاش فيها ديك الثلج هذا، يعني سرحوها مبقاتشي. ولكن ما شاء الله واحد البرد واحد البرد واحد البرد ما تصوروش. في الليل في النهار كتخرج واحد الشميشه وكيكون الدفا، ولكن من موراها كيجي واحد البرد واحد البرد ما تقدرش. في الصباح كتصبح مطمره بالثلوج. صراحه انا يتوادى بحالي وقلت لي ما يمكنش ما نمشي، واحد الفيديو يكون رائع جميل جدا هكا، يعني لما لا نوريكم احنا فين كنعيشوا هنايا في البوادي ديالنا. يعني هادي ببرد، يعني الطريق ببرد، يعني العزايب الطريق ببرد. كنبان من هنا الشفشاوين ببتازا، المهم واحد الطبيعه هنا رائعه. كاينه ببرد مورا هاد الكدوه، هادي كاينه ببرد، ولكن شوفوا الثلج صراحه. انا بقوي سد برد ما قدرتش ننزل للثلج. كاين معايا وليداتي مشاو للثلج، ولكن انا ما قديتش نشد في الثلج. شوفوا الثلج فويا كيفاش هنا الطبيعه. كاينين الناس هنايا صراحه كلشي باقي ناعس. انا لقيتوني مسافره، على داكشي قلت نعمل معكم واحد الفيديو قصير ونمتعكم بالجمالية د بلادنا وطبيعة د بلادنا. لما لا صراحة عملة في البرد ما كنقدرش نهضر. كاين واحد البرد هنا قاصح، واحد شوية قاصح بزاف. ما شاء الله الحمد لله عليها، على هاد على هاد على هاد الرحمة اللي عطانا سيدي ربي. انتم هاد الثلج شوفوا، انا كنصور ما كنقدرش نصور، يدي طارو بالبرد، طارو بالبرد يدي. كنصور التليفون في يدي، يدي طار طار طار. وكاين الشميشه، ولكن في الليل كتصبح مطمره بالثلج. هانتوما شوفوا يا الثلوج ما شاء الله. شوفوا، نتمنى يعجبكم هذا البلوك اللي عملت لكم وينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش البارطاج وشي كومونتير يكون زوين زوين زوين، باش كل نهار ان شاء الله يا ربي نزيدو في الجديد. لما لا شوفوا المراه هنايا القرويه مسكينه هنايا، مازال الناس هنا ناعسين، الثلج مع الباب ما يقدروش يخرجوا. المراه القرويه هنايا مسكينه، هنا كتنوض كتشعل العافيه، التشمينيه ضروري تكون التشمينيه ديال العافيه. الا ما كانتش التشمينيه ما تقدرش تفطر، خاصك تفطر بالعافيه، خاصك تنعس، واخا كون ماشي تنعس خاصك العافيه ضروريه، حيت شي الا ما كاينش العافيه ما غتقدرش تاكل. هنايا كيفضلوا كنفضلوا صراحه العافيه على الماكله، والله كما كيقولوا الناس شحال هادي هادي. هنا كيكون الجليسه هنايا الصايبه كيجلسوا هنايا الناس. المهم كاينين وليداتي طلعوا في هاد الغابه هادي، كاين تما الثلج بزاف، انا ما نقدرش نطلع، واحد البرد صعيب جاني ما قدرتش نصبر له. صورت لكم غير هنا مع الطريق، غير هنا وقفت مع الديور وصورت لكم الاجواء كيفاش ني عندنا في البوادي. هانتوما كاينين الناس هنا كلشي كيتصور، كاين واحد المنظر منظر غزال 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 رائع ما شاء الله. والله القاسم كاين واحد المنظر غزال 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 ما شاء الله. نتمنى من الاخوات اللي ما كيزورش هاد البلاصه هادي يجرب يزورها. صراحة المنطقة المغرب ديالنا كله زين صراحة، كامل غزال ما شاء الله. بالنسبة للإفران كاين بزاف د المناطق، ولكن إلا جيتو لهنايا وزرتو هاد البلاصة هادي
غترجع عندكم مفضله، انا متاكده غادي ترجع عندكم مفضله، حيتاش كاين هنا واحد الطبيعه خلابه هنايا. شوفوا الناس كيصوروا رافي ليه. شوف هاد دابا الناس هنا ما كتقدرش تنوض بكري، كتقدرش تنوض بكري، كاين هنا واحد البرد يعني. كتقوم مولات الدار ما شاء الله عليها المراه، كتقوم ها البلوط. شوفوا البلوط هنايا، انا كنت في كلام ورجعتكم في كلام. شوفوا البلوط كيفاش هنا ما شاء الله. المراه القرويه هنايا مسكينه كتنوض في الصباح، كتشعل العافيه، كتسخن الخبز، كتعمل كلشي سخون، ضروري يكون العافيه مع الفطور. الا ما كانش العافيه مع الفطور ما تقدرش تفطر، حيت كيكون واحد البرد، واحد البرد الصراحه ما تقدرش. وهاد العام كيجيني واحد البرد انا قاصح عن العيمان كلهم. هذا هو داك الدجاج كنعملوا فيه الدجاج. نتمنى يكون معكم خفيفه وظريفه ويعجبكم هذا البلوك اللي عملت لكم. وما تنساوش تزوروا هذا البلايصه رائعه ما شاء الله، الطبيعه خلابه وكاين المواصلات صراحه. الطريق ديال باب الرد هذه باب الرد، يعني حنا هنا دابا في العزايب كاين واحد المنظر غزال ما شاء الله. خليتكم على خير وبسلام عليكم، الى البلوك القادم ان شاء الله مع اسيا ام رضا. السلام عليكم، باي باي.